سويبت اريا، سويبت اريا مو جبناها؟ باي ار سكوير. هاي هون فبصير عندي A swept. كلمة swept من وين؟ sweep. to sweep يكنس. فكأنه هذا البليد بلف وبكنس المنطقة هاي، يعني هو تعبير مجازي. هاي بتساوي باي ار سكوير اللي هي 90 على 2 تربيع. أظن تأكدت منها امبارح مش هيك؟ تطلع 3600 أو شيء زي هيك. 3600 هو نفس الرقم، هذول الرقمين مرتبطين ببعض ما فيش فرق بينهم، ها تمام؟ ما فيش معلومات جديدة هون. فول بليد فيذرينج. الفريكونسي 50 60، مين اللي بحدد الفريكونسي؟ الجريد. مش انا اللي بحددها، بس هو هون بقول لك انه بامكانك تشغله في بلد الفريكونسي فيه 50 وبامكانك تشغله في بلد الفريكونسي فيها 60. هلا في عندنا شيء كمان ما بعرف اذا انتم اذا اخذتوا ماشينز ولا لا، في عندي هون 4 بول 6 بول. اخذتوا عدد البولز في اندكشن موتور؟ ما اخذتوهم، طيب بنحكي عنهم بعدين، بس انا عندي هون في بي 4 بول، 4 بولز بير فيز او 6 بولز بير فيز. هاي بتحدد السينكرون سبيد. متذكرين حكينا في سرعه كريتيكال اذا زاد دوران المحرك عنها شو بتحول؟ بتحول من موتور لجنريتر. متذكرين حكينا قبل شوي؟ هاي بتحدد هاي السرعه، هذول عدد البولز 4 بولز او 6 بولز و50 هرتز او 60 هرتز. اذا شريته 50 هرتز بيكون 4 بول، فالسينكرون سبيد بيكون 1500 ار بي ام، واذا كان 6 بولز 60 هرتز بكون اظن 1200 ار بي ام. هلا ليش حكى هو شغله هون اير بريك؟ وين فكره الاير بريك كانت موجوده؟ هي اير بريك. ليش ذكر فكره الاير بريك؟ شو دخل البريك في البليد فيذرينج؟ لما بغير البيتش انجل، لما ببدا بغير البيتش انجل كاني عم بعمل بريكنج، بس لاحظوا هذا البريك مش ميكانيكال بريك، كانه البريك هذا هوائي، يعني كاني لما حركت البليد هون خففت سرعتها. في عندنا كمان في شيء رح نحكي عنه بعدين، هو دبلي فيد جنريتر. اذا كان هذا واوند روتر اندكشن موتور بيكون دبلي فيد جنريتر، رح احكي عنه بعدين. ايش عندنا كمان في اشياء مهمه؟ هذا الماكسيمم ترانسبورت هايت، في الهب هايت، خلينا نشوف وين الهب هايت. هي الهب دايمنشنز. ماكسيمم ترانسبورت، لا بدي الارتفاع، انا الارتفاع تبعه، نشوف وين الارتفاع. هي التاور، هذا مهم. ليش هذا الرقم مهم؟ 80 متر. 80 متر مهم اللي هو ارتفاع البليد عن سطح الارض. هي سطح الارض، هي القاعده، هي الماست، هذا اسمه هاب هايت. ايش أهمية هذا الارتفاع؟ شو بيصير كل ما بعدت عن سطح الأرض؟ تزيد سرعة الرياح. تزيد سرعة الرياح، فأنا أحياناً بضطر إني أرفع الهاب عشان أقدر أوصل لسرعة الرياح أعلى، بس سرعة الرياح مش كافية، طبعاً هذا مكلف. وهون عندي الارتفاع قديش كان هون؟ 80 متر، مرات بضطر أطلع ل 110 متر. اطلع حتى اجيب سرعة الرياح. سرعة الرياح بشكل عام هون تقريبا صفر، بقدر اعتبر انه سرعة الرياح عند سطح الارض تماما صفر، وكل ما ارتفعت شو بيصير بسرعة الرياح؟ بتزيد. تمام؟ وهذا طبعا بيعتمد على المنطقة اللي انا فيها، هل هي منطقة سكنية؟ ولا منطقة فيها مثلا مائية؟ ولا منطقة فيها اشجار؟ ولا منطقة جبلية؟ هذا كله بيأثر على قديش الارتفاع اللي بوصله وقديش بتكون سرعة الرياح. هذا الكيرف مهم. طبعا معطيني هون، عفوا قبل ما هذا، معطيني هون الحمل الكامل، الوزن الكامل 70 متريك طن. طبعا هذا ما راح انقله كله قطعه واحده، هذا راح ينقل اقسام، حتى البليد، حتى كل واحده من البليدز بننقلها على شحن. هذول البليدز بنفكوا الثلاثه وبنتقلوا على شحن خاص. لاحظوا كمان هون البليد قديش طول البليد؟ 44. ليش مش 45؟ عشان الهب. فهون هذا راح يكون المسافه كلها 90، كل بليد 44 في 2 88، فضل عندي مترين عشان القطعه هاي الهب الاماميه. هلا هذا هون مهم اللي هو الكيرف اللي بعطيني هذا الكيرف. هذا كيرف مختلف عن الباور كيرف. متذكرين الباور كيرف؟ احنا امبارح حكينا عن الباور كيرف. شو كان الباور كيرف؟ بربط بين ايش وايش؟ السرعه. سرعه مين؟
سرعة الرياح الخطية اللي هي كانت ويند سبيد، وإيش وحدتها؟ متر بير سكند. وهون إيش كان عندي؟ أوتبوت إلكتريكال باور، مظبوط؟ كان عندنا نقطة هون وهيك وهيك، مظبوط؟ كانت عندنا. هذا إيش الكيرف؟ هذا بين إيش وإيش بربط؟ هذا بربط بين الأفرج ويند سبيد، في فرق ما بين الريتد سبيد والأفرج ويند سبيد. لو أنا جيت اطلعت راقبت المكان هذا لسنة كاملة بيطلع معي الأفرج ويند سبيد، لاحظوا الأفرج ويند سبيد أقل. 6.5 متر بالثانية، 7 بالثانية، 7.5 متر بالثانية، 8 بالثانية. هذه الأفرج سبيد خلال العام كامل. وهون عندي مش باور، إيش عندي؟ إنرجي. 10 جيجا وات أور، 8 جيجا وات أور، 6 جيجا وات أور. وحدة إيش هاي؟ إنرجي. فهذا بربط لي، فإذا أنا عرفت إنه الأفرج سبيد في المنطقة هاي 7.5 متر بالثانية، هي مزبوط بتروح ل 12 وبتروح ل 13 وبتنزل، بس الأفرج تبعها طول السنة هو 7.5. ال 7.5 من هون بقدر اطلع منه حوالي مثلا 7.5 جيجا وات اور. فهذا بربط لي الانرجي بالافرج سبيد ويند سبيد، وهذا بربط لي الاوتبوت انستنتينيوس الكتريكال باور بالانستنتينيوس ويند سبيد. هاي انستنتينيوس ويند سبيد، هذه افرج ويند سبيد خلال العام. وهاي احد الطرق المهمه اني اقدر اقدر قديش، ليش مهم اني اقدر قديش بقدر انتج طاقه خلال العام؟ دكتور قلنا عشان هسه بنيجي نبلش اول شيء نحسب الكوست وايش نطلع ال سي او اي. مثلا ال سي او اي مش كان لازم اعرف قديش اليونتس اللي انا بتوقع اني انتجهم خلال، تمام؟ اوكي، هاي مهمه. بس كان في طريقه ثانيه، شو الطريقه اللي عملناها لما عملنا ال سي او اي؟ شو ضربنا؟ استعملنا فاكتور مهم، شو كان اسمه؟ افشنسي، صح؟ مش افشنسي، شو كان اسمه؟ كان كاباسيتي، كاباسيتي فاكتور. احسنت، قديش كان قيمته؟ 25%، 25% بهذاك الحالة. فضربنا الباور في عدد الساعات اليوم في عدد أيام السنة في ال 25%. هذيك طريقة تانية. إذا في طريقتين حتى أقدر قديش كمية الإنتاج، ممكن أخذ الكيرف هذا من الصانع من هون أو أستعمل هذيك الطريقة.